الخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج لقاء على الهواء. لقاؤنا دائما بيتجدد بمشاهدتكم ومتابعتكم لنا. أكيد حلقة اليوم كان ولا بد أن يكون أن نستضيف إحدى رجال مصر الأوفياء، خلينا نقول عاشق تراب مصر. معانا ومعكم سعادة العميد عمرو الحمزاوي، ممثل الحملة القومية لدعم الرئيس للإعلام السياسي. أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا وسهلا بسيادتك. يا أهلا وسهلا، ربنا يخليك، نورتني. الله يخليك، ده من ذوقك، وأنا بشكر حضرتك وبشكر أشكر إدارة القناة المحترمة. يا أهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. زي ما احنا قلنا انه عاشق مصر وتراب مصر، طبعا حقها علينا، طبعا اقل واجب. طبعا خليني اسال حضرتك عن امتى يتقلب الوطنيه على المواطن، كحضرتك احدى رجال مصر الاوفياء وخدمت مصر العميد. انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. الوطنية بتتقلب على المواطن هنا في حاجات كتيرة جدا. تمام. مصر أولا، وإحنا بعديها بأي حاجة. أكيد طبعا. ماشي. طيب إحنا لما نيجي نتكلم في الجزئية اللي حضرتك أثرتيها دي، يمكن الحاجة اللي أنا ممكن أفيد بيها إن أنا يمكن كنت مرشح لانتخابات مجلس الشعب 2020. تمام. يمكن ما ساعدنيش الحظ، تمام، لكن طبعا فرصة جميلة جدا ان انا اقوم بالتهنئة لاخواتي اللي هم بيمثلوا مصر، وهم اخواتي فعلا. جميل جدا. الاستاذ نادر الخبيري، تمام، عن دايرة البدرشين، طبعا لان انا كنت نازل عن دايرة البدرشين. جميل. الاستاذ جدا. نادر الخبيري، الاستاذ عماد الدرجالي، الاستاذ حازم عويان، طبعا هم المستقلين اللي كانوا في سباق معايا. طبعا كل الشكر والتقدير والاحترام للفائزين بالقائمة الوطنية. احنا بنمثل كلنا سياسة، ايوه، دولة واحدة، نقول سياسة وطنية ممكن ترتقيها الدولة. تمام. احنا معلش مع احترامي لازم كلنا معلش مع احترامي نعمل لها تعظيم سلام، ولا سيما ان أكيد. احنا تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقول له تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. اكيد تحيا مصر. احنا بنستضيف حضرتك النهارده كممثل للحمله الوطنيه لدعم الرئيس للاعلام السياسي، فكنا عايزين حضرتك تكلمنا عن اهداف الحمله. قبل ما اقول الكلام ده، اكيد يعني جاءت فكره الحمله من حب ابناء مصر الاوفياء لمصر، فاكيد جاءت فكره الحمله لدعم الاعلام السياسي لرئيس جمهوريه مصر العربيه. هي الحمله طبعا هي اساسها في البدايه، تمام، هي كل المحبين لتراب مصر والعاشقين لمصر، ولا سيما ان ممكن يكونوا في التوقيت الحالي ممكن يكونوا بيمثلوا مصر بالاحساس الشخصي. تمام. وبالتفاعل على الارض من خلال العملية الشعبية. تمام. بالاضافة ان ممكن نبص لها من ناحية تانية، كلنا بنقول احنا ورا القيادات التنفيذية وعلى رأسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن مصر أغلى من أي حد فينا، سواء كان في الخدمة التنفيذية أو على رأس الخدمة التنفيذية في مصر. هو ده اللي خلى الناس تلقب حضرتك بعاشق مصر. والله هي مصر أغلى من أي حد فينا. أكيد. ويمكن يحضرني معاكي في التوقيت الحالي ان انا لازم وفي كل لقاء تلفزيوني لازم اذكر الذكرى الغاليه ديت اللي مصر معلش مع احترامي ولدها بابنائها، وابنائها بيكملوا بعض. الرائد الشهيد احمد الحمزاوي، ايوه، زي ما شايفين اخويا الصغير كتير جدا ضحوا، يمكن اللي ضحى بحياته في سبيل العمل، وهو شهيد واجب من شهداء مصر. ربنا يتقبل. واحنا يا رب، بنقول لمصر انت اعلى من اي حد. اكيد. وبنقول لمصر انت في المقدمة، احنا كلنا وراك. اكيد. برضو كنا عايزين نستسمح حضرتك في عندنا لجان كتيرة جدا في الحملة الوطنية، فكنا عايزين حضرة العميد تكلمنا عن لجان محاربة الفساد.
شوفي انا هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا. تمام. هو الفساد كل اللجان بتحاربه، تمام، وكل القيادات التنفيذيه بتحاربه. جميل جميل. تمام. طيب احنا لما نتكلم في الجزئيه دي نتكلم بطبيعه المواطن المصري، بلاش نتكلم بطبيعه الايه المسؤولين التنفيذيين، تمام، او بطبيعه البني ادم اللي ممكن يتقلد مجرد كلمات علشان ان احنا على الهواء. لا. لا. جميل. انا طبعا انا بيشرفني ان انا اتواجد مع سيادتك، وسيادتك من جنوب الشرف. من جنوب السودان، والسودان ومصر بلد واحد، واحنا اذا كنا بنتطرق لجزئيه زي اللي حضرتك بتتكلمي فيها هنا، هي ليها معنى واحد عندي، ان احنا بننبض بقلب واحد، تمام، لينا دم واحد، أكيد، شريان واحد اسمه نهر النيل. تمام. النيل يجمعنا. النيل يجمعنا. تمام. حضرتك اتطرقت على موضوع جميل جدا، وكان اكيد لابد انه انا اقدم كل آيات الشكر والتقدير لشعب جنوب السودان الحبيبة دولتي، ولفخامة الرئيس الفاكير مايارديت على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في أرض الوطن، وكان صراحة استقبال جميل جدا. كان كل أركان جوبا، كان يوم استقبال الرئيس كان بتنادي بأعلام مصر أكيد، وإن دل هذا يدل على قوة العلاقة ما بين الشعبين الشقيقين أكيد، يعني فدي حاجة أكيد تشرفنا إحنا كجنوب السودان. وأنا من هنا أكيد بوجه صوت شكر وتقدير لحكومة جنوب السودان الحبيبة. وأنا بالطبيعة برضو أنا بوجه كل الشكر والتقدير لحكومة جنوب السودان وللسودان الشقيق وكل الدول الأفريقية اللي بترفع أعلامها بعزة وكرامة من أجل استقرار أكيد. القارة الأفريقية، ومن أجل إعلاء كلمة الحق، ومن أجل إعلاء شعوبها دايما المحترمين. معروفة إنه مصر سباقة. خلينا نستقبل مكالمة ونرجع لحضرتك. تحت أمر سيادتك. ألو، مرحبا، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ حمد. ازاي حضرتك يا فندم؟ استاذ حمام، ازاي حضرتك؟ اتفضل. الحمد لله، الحمد لله، ربنا يخليك يا رب. طبعا انا برحب بضيف حضرتك، و يعني بصراحه وجهه نظري في الموضوع ده بتقول ان لازم الاعلام ياخد خطوات يعني بتدل على استقرار في كل المجالات، سواء داخل مصر، ردا على ضيف حضرتك برضه افريقيا، مش عايزين نخلي الاعلام يكون سبب في، يعني احنا جربنا كتير قوي عدم الاستقرار وعدم، احنا عايزين نبني. واظن ان الاعلام له دور كبير قوي ان هو يهدي الناس ويهدي المجتمع عشان نبني. بقى احنا ضيعنا وقت كتير وعايزين نبني، بالتاكيد، ونحس بالثمار بتاعه البناء دوت. بالتاكيد استاذ حمام، احنا بنتشكر حضرتك جدا على اتصالك، شكرا جزيلا. طبعا انا بشكر الاستاذ همام على المداخله الجميله ديت، وانا بستاذنك ان انا ممكن ارد، لان رده جميل أكيد. جدا، ويمكن ديت حاجه احنا بننادي بيها من خلال الحمله، تمام، اللي هو المقصود بيها ان معلش مع احترامي انا مش عايز انفخ مزامير الاعلام، تمام، لمجرد لكلمات خفاقه. لا، تمام، لا، انا بتكلم هنا من خلال واقع. يمكن اقدر واقع ممكن نتكلم فيه في القصه ديت زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي سيادتك اشرت بيها هنا، اللي هو بيجمع الاخوه، هي اكيد بين مصر وجنوب السودان علاقه اكيد عزليه وعلاقه تاريخيه قديمه جدا. لا، ده حضرتك في حاجه تانية حضرتك مش واخده بالك منها. تمام. تمام. لما سيادته يتكرم بالزياره الجميله ديت، تمام، لجمع الشمل ما بين الاخوه، تمام، هو بيبعد كل البعد، تمام، عن مزامير الحرب اللي بينادي بيها جماعات معينه، بيحاولوا ان هم يحسوا، معلش مع احترامي، ناس كتيره جدا ان هم يخوضوها، احنا ابعد ما يمكن عنها، لان معلش مع احترامي الصح صح والغلط غلط ومفيش حد هيختلف عليه. بالتاكيد، بالتاكيد، مصر دايما سباقه لعمل الخير اكيد، ده كلام عارفه كل الناس او كل الدول بتشيد بالحاجه دي. احنا هنروح برضو نتكلم في الحمله، الحملة الغومية لدعم الرئيس للإعلام السياسي، وطبعا الإعلام دايما هو
صوت، مش عايزة أقول صوت الحق، بس هو دايما بيسلط الأضواء على الحاجات الغايبة عن المواطن البسيط. فإحنا عايزين نسأل حضرتك كمواطن مصري، تمام. تمام؟ مصر ما بعد رئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتطورات والحاجات الملموسة على أرض الواقع دي طبعا غنية عن التعرف، بس إحنا لابد إنه إحنا نوجه برضو السؤال ده وحضرتك تجيب والناس أكيد تسمع، عشان في يمكن في حاجات غايبة عن الناس يمكن ما تعرفهاش، فجات الحملة عشان تصحح حاجات كتيرة. فاتفضل، عايزين السيد نشوف الرئيس رؤية عبد مصر. الفتاح السيسي اللي انا شايفه ان هو، انا بموجب ان انا مواطن مصري تمام، خدم مصر جميل جدا. حاليا. طبعا انا اديت مهمتي بالنسبه لمصر، وانا راجل دلوقتي اعتبر متفرغ للحياه الشعبيه، لان طبعا قضيت مهمتي ان انا كنت احد رجال الشرطه المصريه، جميل جدا، والحمد لله رب العالمين اوفيت المهمه اللي هي الخاصه بيا. تمام، ويمكن القوات المسلحه والشرطه المصريه والشعب المصري كله ايد واحده، تمام، ونتعشم ان مصر دايما يا رب تبقى يا رب في الافق، والمقدمة تمام، إن شاء الله نسرها بإذن عالي الله. تمام دايما، كل الشعوب اخواتها. تمام واحنا من خلال النقطه ديت انا هتكلم في نقطه معينه تمام بالنسبه الطفرات والحاجات لتطورات أيوة اللي قام بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفتره الحاليه. تمام اللي انا شايفه من خبرتي العمليه هي تطورات على ارض الواقع بالنسبه للانشاءات على مستوى مصر، تمام، بالنسبه لعلاقات دبلوماسيه خارجيه، خارجية أكيد، تمام، بالنسبه لاتصالات تؤدي في النتيجة لمصلحة المواطن المصري، تمام، تؤدي بالطبيعة لمصلحة كل الأشقاء سواء عرب أو أفارقة بيحيطوا بينا. جميل جدا، معلش احنا لو الأمة العربية والأفريقية وقعت هيتكالب عليها ناس كتير. تمام. طيب احنا عندنا الجيش المصري جيش عظيم جدا، الرسول أكيد عليه طبعا، ده السلام جيش قال تاريخي حاجة جميلة طبعا، جدا أيوه ان الجندي المصري في رباط الى يوم الدين. تمام، معلش ديت حاجة بيتكلم عليها ناس كتيرة جدا. معلش هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اذا كان في التوقيت الحالي بيقوم بتجهيز الجيش المصري سواء بمقاتلات سواء بسلاح سواء باتصالات سواء باستخبارات سواء تمام بحاجات كتيرة جدا، تمام وايه معنى الكلام ده؟ انا طبعا يمكن ما عنديش الخبرة الكافية اوكي في العملية العسكرية، تمام يمكن خبرتي يمكن اكتر في الناحية الشرطية كرجل، معلش مع احترامي، قضيت حياتي تمام في الخبرة الامنية، جميل جدا، اقدر اقول حاجة صغيرة؟ لا معلش، احنا وكل الشعوب اللي حوالينا لو تهاوينا الهوية مش هتكون سهلة أبدا. بالتأكيد بالتأكيد. برضو خلينا نسأل، طالما احنا اتطرقنا للمسائل دي، خلينا نسأل عن علاقة مصر بالدول المجاورة. ايوه، علاقة مصر بالدول المجاورة هم أشقاء، جميل، وفي نفس الوقت لو عضو في الجسم تمام تعب هيتداعى له بقية الجسد بالسهر والحمى، يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول كده. جميل جدا، أكيد، ماشي، والسلام. فمعلش مع احترامي، لو السودان تعب مصر هي تعبانة، أكيد. ماشي، وبالتالي كافة الدول العربية لو إيه أحد الشعوب العربية تعب مصر هي تعبانة معاه، لأننا كلنا نسيج واحد بنمثل بعض، وما ينفعش أي خلل، لأن ده أمن قومي استراتيجي احنا المفترض كلنا بنحافظ عليه، لان لو وقعنا كلنا بنقع مع بعض. وشفنا اسوأ مثال الربيع العربي الجميل اللي بالتأكيد ادى بالتأكيد. لدمار شعوب احنا في غنى عن الكلام دوت فيه. اكيد بالتأكيد بالتأكيد، ربنا يصلح الحال يا رب، وكل الدول تكون في امن واستقرار، نتمنى ذلك صراحة. تمام. عايزين برضو نتكلم عن، حضرتك كنت مرشح في مجلس مجلس النواب اللي فات. مجلس اه النواب، تمام. ف
فإن شاء الله نتمنى يحالفك الحظ للمرات اللي جاية، وأكيد حضرتك جدير بالمسؤولية دي. الله يخليك يا عايزين فندم. نتكلم عن مجلس النواب والترشيح والعلاقات اللي حضرتك استفدت منها. أنا هقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا. تمام. مجلس النواب والمرحلة اللي فاتت هي مرحلة صراع شريف وتنافس ما بين الإخوة على تمثيل الشعب المصري. تمام. من يتواجد فينا في المقدمة احنا كلنا وراه، وكلنا بنبني مصر من خلاله. ده روح التسامح، دي أقل حاجة ممكن ان احنا نقدمها لمصر. جميل جدا. لأننا احنا كلنا اخوات، ولو ما قمناش بالدور ده على أكمل وجه، معلش مع احترامي، احنا حرام فينا ان احنا نبقى موجودين على تراب الأرض المصرية، ومصر أغلى من أي حد فينا. بالتأكيد بالتأكيد. احنا هنا بنقول ده روح التسامح من حضرتك، حتى احنا لاحظنا من بداية الحلقة كنت حضرتك بتقدم تحايا لاخواتك اللي كانوا معاك في. طبعا هم اخواتي. ايوه، فدي انا هقول حاجة لحضرتك جميلة حاجة. جدا، سيادة العميد واعتبر ان عماد دي راحة. الدرجالي، سيادة العميد عماد الدرجالي هو صديق شخصي واخ وزميل دراسة في الثانوية العامة، واحد رجال الشرطة المصرية. تمام. وسواء عمرو، عماد، حازم، أستاذ نادر الخبيري، اللي ربنا أكرمهم بالنجاح في القايمة الوطنية، تمام، من الأساتذة اللي هم بيمثلوا الدايرة عندي، هم أخواتنا، وكلنا بيربطنا ببعض صلات قرابة وعمومة، وفي الأول وفي الآخر مصر هي اللي بتجمعنا. ده 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 كلام حد جواه وتسامح ورضا صراحة. يعني أنا بتشكر حضرتك على الروح الجميلة الله يخليك جدا. يا ربنا يعني يعزي سيادتك. يا رب يخليك. ربنا يخليك. برضو هنتكلم، هنرجع للحملة برضو. برضو هنتكلم في الجانب، في اللجنة الإعلامية. تحت أمرك. تمام. ما دور اللجنة الإعلامية في الإعلام السياسي للحملة الوطنية بدعم الرئيس؟ طيب أنا هقول لحضرتك حاجة. طبعا بموجب إن أنا أعتبر مساعد أول المكتب السياسي على مستوى الجمهورية بالنسبة للحملة. وطبعا الحملة تعتبر حملة أهلية. تمام. بتدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحب شعبي. تمام. وليست حملة قائمة من الجهات التنفيذية. تمام. احنا كلنا بنقوم بالدور دوت على اساس واحد بس. تمام. الاعلام السياسي هنا ليه وجهات نظر جميلة جدا. اوكي. ووجهات النظر ديت بتنبثق في حاجات معينة. اوكي. ايه هي؟ معلش احنا لو تعبنا دلوقتي النتيجة هتكون ايه؟ لو حمينا أرضنا. تمام. وأعراضنا وأموالنا وأشقائنا. تمام. النتيجة هتكون إيه؟ معلش لو جينا استثماراتنا سواء داخلية أو خارجية هيكون ليها معنى إيه؟ تمام. معلش لو جينا بصينا لحاجة تانية أجمل وأجمل، وجود سيادتك داخل الأراضي المصرية هنا وانتي بتقولي حاجة، أنا في وسط أمن وأمان مصر، معناه إيه؟ معلش نتكلم في حاجة تانية أقوى. تمام. معلش إحنا هنا لو بصينا على المستوى العالمي. أوكي. معلش النتيجة هتكون إيه؟ يعني بمعنى كده انه الاعلام اكيد هو لاعب الدور الاساسي او لعكس الصوره الحقيقيه اللي غايبه عن ناس كتيره جدا. هنقول كده طبعا. بالظبط. جميل. انا هقول لحضرتك حاجه. تمام. يمكن انا من خلال القناه الجميله قناه الصحه والجمال، ومن خلال وجودي مع سيادتك، ربنا يخليك، ومن خلال جدا تمثيل سيادتك لدوله شقيقه، ومن خلال وجودي هنا كمواطن مصري بيفتخر ببلده وبيفتخر برئيسه وبيفتخر بقياداته وطنه طبعا. ايوه. هنا انا بقول حاجه صغيره جدا،
تمام. مصر أغلى من أي حد فينا. جميل، دايما طبعا. دايما طبعا، دي حاجة معروفة جدا، وحضرتك زي ما بتقول انه انا موجودة هنا، اكيد احنا دايما بنقول انه مصر ام الدنيا، هي دايما حاضنة ابنائها الافارقة من شتى الدول الافريقية بجد، وليها علاقة متينة وعلاقة قوية جدا جدا بدولة جنوب السودان، طبعا فدي حاجة اكيد تشرفنا. جنوب السودان دي حاجة فوق الخيال بكتير جدا، عشان حضرتك يبقى معلش مع احترامي اكون صادق معاكي، تمام. جنوب السودان والذكاء السياسي لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اوكي في الزيارة الجميلة مع أشقائه هناك طبعا هنا، ده ليه معنى قوي جدا. ده حائط دفاع قوي استخباراتي، قائد معلش مع احترامي قام بخدمة وطنه من خلال القوات المسلحة، جميل، ومن خلال العمل الاستخباراتي للقوات المسلحة، تمام. فأعتقد 1000000%، وأنا من خلال خدمتي في الشرطة المصرية بخبرتي الأمنية بقول حاجة صغيرة جدا، حضرتك يا سيادة الرئيس بزيارتك الجميلة دي لجنوب السودان انت بتحط نقط على الحروف لناس كتيرة جدا بتقول لهم عيب، انا ما اقدرش اخوض حرب الا باسبابها، لكن معلش مع احترامي هنا الشعوب هي اللي هتتكلم، طبعاً مش حد أكيد تاني اللي أكيد هيتكلم، أكيد. وكلنا خادمين للشعوب. والله صراحة هو أكيد بالتأكيد الشعب الجنوبي والمواطن الجنوبي سواء كان على الموجودين داخل أراضي مصر الجميلة أو الموجودين في جنوب السودان، هم بيكنوا أكيد لمصر كل التقدير والاحترام على حاجات كتيرة جدا مصر بتقدمها لنا، فدي حاجة تشرفنا صراحة يعني. ده الشرف لينا احنا، لأننا احنا كلنا فصيل واحد. ربنا يخليك يا رب. هي المياه اللي بتشربوها هناك مختلفة عن اللي عندنا؟ لا طبعا. بس أنا احنا كلنا بنشرب. هقول لحضرتك حاجة، يمكن حضرتك المصب عندكم أقرب، فأكيد 1000000%، تمام، الفوائد كلنا بنشرب بالنسبة للمياه أعلى هناك. كلنا بنشرب من النيل، ودايما دي كلمة أنا بقولها، النيل يجمعنا. تمام. قبل ما نختم مع سعادة العميد عمرو الحمزاوي اللي كان منورني ومشرفنا النهارده، أنا عايزة كلمة أخيرة لأبناء مصر الأوفياء وللحملة القومية الحملة القومية لدعم الرئيس للإعلام السياسي بسعادة اللواء فوزي رمضان. ده أستاذنا اللي احنا بنتشرف إن احنا تحت قيادته في الحملة. أكيد. الله يخليك. أكيد. ونائب رئيس الحملة محمد الحسن، لجنة رجال الأعمال، والأستاذ الأمين العام أحمد علي. تمام. والأستاذ حامد الجبري، تمام، أحد القائمين، تمام، كل العاملين في على الإدارة أكيد. نفسها، تمام، وأحد رجال أعمال مصر الأوفياء أكيد. اللي بيقوموا بأمانة ربنا، تمام، بدور جامد جدا، تمام، في تنمية الحملة، وانا برفع له القبعة احتراما أكيد. لانه أكيد. هو راجل فعلا أكيد. يسوى الدنيا كلها أكيد. وعايز اقول حاجة بسيطة جدا، تمام، لكل من هو على ارض مصر. جميل. من التنفيذيين على ارض مصر، مصر اغلى من اي حد أكيد. وعايز اوجه شكر بسيط اتفضل. جدا اتفضل. بكل العرفان والتقدير للاستاذ الفاضل رئيس مجلس مدينة البدرشين، تمام، الاستاذ محمود شنب، للطفرة القوية أكيد. اللي والحلقة الجاية هنتكلم اللي أكيد بيقوم عن بيها الأيام ديت، ولا سيما إن هو في أرض الحضارات أكيد. البدرشين أكيد. سقارة، أكيد. تمام، ديت منطقة إن شاء الله. أثرية عالمية أكيد. أنا بتشرف إن أنا أحد أبنائها، وكل الشكر والتقدير لسيادته كمان. من خلال الحملة الوطنية لتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعلام السياسي. شكرا جزيلا العميد عمرو الحمزاوي، كنت ضيف عزيز علي. مشاهدين الأعزاء، لغاية هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، استنونا الأسبوع الجاي، إلى اللقاء.